بقى حاج حضرتك موجود هنا ليه؟ انا بستشفى يا مناسبة مدام يا روح واشهر ارضي اشهر ارضي بلد كلها بتسال عليها دم ايامها. عمالة ماشيين المدام، المدام ده انا باجي بحس ان روحي، لانها روحي وقتها من يوم 25 فدى عيالي راحوا فدى البلد اللي بنحبها، ونزلنا من يوم 25 لحد النهارده عشان مستعدين نضحي. بننزل بنطالب بدم كل ضابط وكل جندي ضحى بحياته وراح برصاص لغايه خونه، نطالب بدم حق دم عيالنا اللي راح وسال في كل الميادين وفي كل الشوارع لحد النهارده ما خدناهوش. النهارده بذكرى حرب اكتوبر بطالب بدماء الزعيم والقائد انور السادات اللي حياته ودماؤه ما تساويش احكام بالمؤبد زي اللي بيديروها وهم في الخارج زي طارق الزمر. ازاي ان دول يبقى قتلة القائد والزعيم وياخدوا مؤبد وينعموا بالحياة؟ بطالب باعدام من يديروها بالسجون